أخبار من الحدث. بلينكين يصل إلى إسرائيل في جولة شرق أوسطية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والبحث في إعادة أعمار غزة. مقتل خبير عسكري لحزب الله اللبناني بغارة لطائرات التحالف في جبهة صرواح غرب مأرب. مبعوث أمريكا إلى إيران يأمل بعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي ويتجه إلى فيينا لحضور الجولة الخامسة. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأنباء مع قناة الحدث. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب كأولى محطات جولته في المنطقة التي ستشمل أيضا رام الله، عمان والقاهرة. وسيبحث بلينكين خلال جولته تثبيت الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة أعمار القطاع. وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، فإن بلينكين سيلتقي الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. بعد ذلك سيتحول إلى رام الله، حيث يجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية ومسؤولين آخرين، ثم يتوجه إلى القاهرة وختاما إلى عمان. حصلت قناة الحدث على مشروع بيان القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، والتي جددت فيه الالتزام بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يشير البيان الختامي للقمة إلى ضرورة استئناف المسار السياسي بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل شامل، بالإضافة إلى ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار. قصص كثيرة ترويها فصول الحرب في غزة. القصص الحقيقية تأتي من أفواه أصحاب المكان الذين فقدوا أعزاء لهم من أسرهم وجيرانهم أمام أعينهم. نتابع. إحنا كل ثلاث سنين أربع سنين بدي جينا حرب، يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أربع حروب مرت فيها قطاع غزة، يعني للآن لسه في بيوت من حرب 2008 من 2014 ما تعمرت، يعني غزة بدها عشر سنين لما تقدر إنها توقف على رجليها وتعيد بنائها من أول وجديد. ليست مجرد حجارة ولا أكوام من الأشياء المبعثرة، بل عائلات بأكملها بعثرتها الحرب وقضت على كل أفرادها. في هذه البقعة من مدينة غزة يقع شارع الوحدة الراقي، حيث قصفت بنايات سكنية وتضرر محيطها كأي منطقة في القطاع. ولكن هذه الرقعة شهدت مأساة حقيقية بمقتل العشرات من عائلات ثلاث تسكن ثلاث بنايات. أحياؤهم الناجون يروون بعضاً من فصول ليلة القصف المرعبة. واحدة إلا سمعت خبط. أنا كنت على آخر أنا ساكن فوق على الرابع. سمعت خبط جامد. قلت أكيد هذا القصف حوالينا عادي، يعني احنا نسمع الحرب شغالة. في لحظة هذه تقريبا نص دقيقة قطعت الكهرباء، صار الضرب جامد، حسيت الحطام تطبق علي. هذه الصورة تم تداولها كثيرا في مواقع التواصل لرجل يرفع شارة النصر من تحت الأنقاض، وهو الآن على قيد الحياة يروي قصته لنا. استشهد لي خمس أبناء، أربع أبناء وزوجة. سمعت أحد الأشخاص يعني تقريبا قرب نحو الحفرة اللي أنا كنت فيها، فيعني قاعد ينادي مين حي هان مين عايش، فضلتني أنادي عليه. أنا سمعني وعلى طول يعني الدفاع المدني على طول بلش يفحر، والحمد لله رب العالمين طلعنا زي ما شفتوني في علامة النصر. ولادي كانوا ينادوا علي، بس كان بيفصل بيننا وبينهم عمود، يعني أنا بيني وبين ولادي عمود. عائلة الكولك وإشكنتنا وأبو العوف أثر بعد عين، وحجارة تعرف عن أصحابها، وجيران تزور أطلالهم. روح المكان غابت، وصاحب الدكان وابن الجيران غابوا أيضا، لكنهم بقوا ذكرى حية في قلوب رفاقهم. أنا كنت زعلان عشان قصف الدكان. أول إشي عشان كل أولاد خالي كانوا يشتروا وإيش صار يعيطوا وهيك على عبود إنه مات، وهذا كان شاب طيب. وإحنا كنا إيش نيجي هناك نشتري ونروح،
وكان ذكريات زمان جميلة جدا. شفت جارنا أبو وسيم كان فاتح دكانه الله يرحمه، شفته هو جاي على المستشفى، كنا في الشفا إحنا شفناه وهو جاي الله يرحمه. إلي أصحاب وكنا مع بعض يعني واستشهدوا معاي الله يرحمه. كنت نفسي أطلع وألبس أواعي العيد، ويعني عشان كان في قصف ما كناش نطلع. سمعت صوت كتير عالي، وصوت يعني صوت لما خبطوا الدار كان صوت كتير عالي عنا. سماح السيد الحدث. قال مصدر في الجيش اليمني لقناة الحدثنا خبيرا عسكريا من ميليشيا حزب الله اللبناني ويدعى مصطفى الغراوي لقي مصرعه بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مأرب، وأوضح المصدر أن الغراوي كان يعمل على جانب ميليشيات الحوثي قبل أن يقتل أمس في جبهة صرواح غرب مأرب، والتي التحق بها في 21 من إبريل قادما من العاصمة صنعاء. وقبلها تنقل الغراوي بين عدة جبهات من بينها الجوف. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير لغم بحري جديد بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيات الحوثية، وكشف التحالف أن اللغم من نوع صدف إيراني الصنع. وقال التحالف أن الألغام البحرية تزرع بدعم مباشر من قبل إيران، وهو ما يشكل خطرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأشار إلى أنه دمر وأزال ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيا. قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تصريحات لقناة الحدث أن موقف روسيا ثابت إزاء وحدة اليمن واستقراره، مشيرا إلى أنه يمكن لموسكو الضغط على إيران وميليشيات الحوثي لإنهاء الحرب. روسيا دولة محورية ومهمة جدا في المنطقة. روسيا من الدول التي دائما داعمة بشكل مباشر ورئيسي للشرعية اليمنية، موقفها واضح وثابت من ثوابت القضية اليمنية فيما يتعلق بوحدة وأمن وسيادة استقرار اليمن. روسيا صوت مهم في مجلس الأمن، لديها مقارباتها فيما يتعلق بالملف اليمني. نحن حريصين على أن يكون الأصدقاء الروس يعني أن تكون مقاربتهم دافعة باتجاه السلام، وفي نفس الوقت ترسل رسائل وتستغل الزخم الدولي الكبير الذي الآن يعني بدأ يتشكل من أشهر. نحن نعتقد أنه الروس ممكن يلعبوا دور في باتجاه الضغط نحو السلام على جماعة الحوثي ومن يمولهم بتحديد إيران. نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقطع فيديو يظهر كمية الدمار في محافظة حمص السورية، مؤكدا أن الشعب السوري ما زال يحتاج لدعم الأمم المتحدة. فككت مفارز مكتب مكافحة المتفجرات في محافظة ذي قار 5 عبوات ناسفة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة بحسب ما أفاده مراسل الحدث. وأضاف أن العبوات 5 كانت معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، فيما أكد مصدر أمني أن هذه العبوات هي عبارة عن أواني بداخلها مادة السيفور وكانت موضوعة على جانب الطريق. أيضا دعا ناشطون عراقيون إلى تظاهرة اليوم في ساحتي النسور والتحرير في العاصمة بغداد لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها. ومبدئيا ستحمل هذه المظاهرات 4 مطالب أبرزها الكشف عن قتلة المتظاهرين ورفض إجراء الانتخابات. وأيضا أغرق ناشطون وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم مطلقين على تويتر وسم من قتلني، ونشروا أيضا على نطاق
واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين من بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا. أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي في تغريدة التوجه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال المبعوث الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي، وأضاف أن الكثير من العمل يتعين القيام به بشأن جولة المباحثات والتي شهدت الأخيرة منها تقدما ملموسا. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلمي في مقابلة حصرية مع قناة الحدث أن أموال المودعين لا تزال موجودة. سلمة أكد أن عدم تشكيل حكومة تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان هو الذي يؤخر إعادة هذه الأموال للمودعين. واجهنا هالأزمة بكل واقعية، وعلى الأقل النظام مثل ما نحن بنعرفه صحيح منه فعال اليوم ولكن منهار. يعني حضرتك متفائل بتعتبر انه هلا منهار النظام بعد لهلا؟ اليوم بتحكي بانهيار بالنظام هو وقت اللي بيصير فيه افلاسات بالمصارف. ما صار فيه افلاسات مصارف. ونحن كان هدفنا الاساسي المحافظه على اموال المودعين، والمحافظه على اموال المودعين تقتضي انه ما نترك مصارف يعني تنهار. اليوم المصاري بعدها موجودة ولا هي اختفت، ولا ممكن ترجع لنا هالمصاري اللي كنا حاطينها بالبنوك؟ طالما في نظام مصرفي، طالما في مصرف يعني الأموال موجودة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن إدارة رئيس جو بايدن ملتزمة بالمسار السياسي في ليبيا. وأضاف نورلاند أن بلاده تسعى لفتح سفارتها في طرابلس إلا أنه استبعد حدوث ذلك خلال العام الحالي. وأكد المبعوث الأمريكي بأن واشنطن ستدعم الرغبة الليبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد. تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. ندعوكم أيضا للقيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. من سيادة الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية؟ نحن طلقنا السلطة، انتهينا من علاقتنا بهذه السلطة. نحن اليوم نحتكم إلى الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. استقالة الحكومة وعروض الفتح، أصبحنا محاطون بالقنابل من كل الجوانب. طيب، خلينا نخرج الزميل المصور من هذه البقعة، فقط المصور، كاميرتين نتصور مع المصور. وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللبناني؟
الأخبار من الحدث. بلينكن يصل إلى إسرائيل في جولة شرق أوسطية لتثبيت وقف إطلاق النار والبحث في إعادة أعمار غزة. مقتل خبير عسكري لحزب الله اللبناني بغارة لطائرات التحالف في جبهة صرواح غرب مأرب. مبعوث أمريكا إلى إيران يأمل بعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي ويتجه إلى فيينا لحضور الجولة الخامسة. أهلا ومرحبا بكم لمتابعة آخر الأخبار برفقتنا. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب كأولى محطات جولته في المنطقة التي ستشمل أيضا رام الله، عمان والقاهرة. وسيبحث بلينكين خلال جولته تثبيت الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة أعمار القطاع. وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس، فإن بلينكين سيلتقي الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. بعد ذلك سيتحول إلى رام الله، حيث يجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية ومسؤولين آخرين، ثم القاهرة وختاما عمان. حصلت قناة الحدث على مشروع بيان القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل التي جددت فيه الالتزام بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يشير البيان الختامي للقمة إلى ضرورة استئناف المسار السياسي بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل شامل، بالإضافة إلى ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. قصص كثيرة ترويها فصول الحرب في غزة، القصص الحقيقية تأتي من أفواه أصحاب المكان الذين يعانون، منهم من فقد أهله وجيرانه أمام عينيه. متابع. إحنا كل ثلاث سنين أربع سنين بدي جينا حرب، يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أربع حروب مرت فيها قطاع غزة، يعني للآن لسه في بيوت من حرب 2008 من 2014 ما تعمرت، يعني غزة بدها عشر سنين لما تقدر إنها توقف على رجليها وتعيد بنائها من أول وجديد. ليست مجرد حجارة ولا أكوام من الأشياء المبعثرة، بل عائلات بأكملها بعثرتها الحرب وقضت على كل أفرادها. في هذه البقعة من مدينة غزة يقع شارع الوحدة الراقي، حيث قصفت بنايات سكنية وتضرر محيطها كأي منطقة في القطاع. ولكن هذه الرقعة شهدت مأساة حقيقية بمقتل العشرات من عائلات ثلاث تسكن ثلاث بنايات. أحياؤهم الناجون يروون بعضا من فصول ليلة القصف المرعبة. واحدة واحدة إلا سمعت خبط، أنا كنت على آخر أنا ساكن فوق على الرابع، سمعت خبط جامد جامد، قلت أكيد هذا قصف حوالينا عادي، يعني احنا نسمع الحرب شغالة. في لحظة هذه تقريبا نص دقيقة قطعت الكهرباء، صار الضرب جامد، حسيت الحطام بتخبط تطبق علي. هذه الصورة تم تداولها كثيرا في مواقع التواصل لرجل يرفع شارة النصر من تحت الأنقاض، وهو الآن على قيد الحياة يروي قصته لنا. استشهد لي خمس أبناء، أربع أبناء وزوجة. سمعت أحد الأشخاص يعني تقريبا قرب نحو الحفرة اللي أنا كنت فيها، فيعني قاعد ينادي مين حي هان مين عايش، فضلتني أنادي عليه. أنا سمعني وعلى طول يعني الدفاع المدني على طول بلش يفحر، والحمد لله رب العالمين طلعنا زي ما شفتوني في علامة النصر. ولادي كانوا ينادوا علي، بس كان بفصل بيننا وبينهم عمود، يعني أنا بيني وبين ولادي عمود. عائلة الكولك وإشكنتنا وأبو العوف أثر بعد عين، وحجارة تعرف عن أصحابها، وجيران تزور أطلالهم. روح المكان غابت، وصاحب الدكان وابن الجيران غابوا أيضا، لكنهم بقوا ذكرى حية في قلوب رفاقهم. أنا كنت زعلان عشان قصف الدكان، أول إشي عشان كل أولاد خالي كانوا يشتروا وإيش صار يعيطوا وهيك على عبود إنه مات، وهذا كان شايف طيب. وإحنا كنا إيش نيجي هناك نشتري ونروح، وكان ذكريات زمان جميلة جدا. شفت جارنا أبو وسيم كان فاتح دكانه،
الله يرحمه، شفته هو جاي على المستشفى، كنا في الشفا احنا شفناه وهو جاي الله يرحمه، الاصحاب وكنا مع بعض يعني واستشهدوا معي الله يرحمه. كنت نفسي اطلع والبس اواعي العيد، ويعني عشان كان في قصف ما كناش نطلع. سمعت صوت كتير عالي، وصوت يعني صوت لما خبطوا الدار كان صوت كتير عالي عنا. سماح السيد الحدث. إلى اليمن، حيث قال مصدر في الجيش اليمني لقناة الحدث إن خبيرا عسكريا من ميليشيا حزب الله اللبناني يدعى مصطفى الغراوي لقي مصرعه بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مأرب. وأوضح المصدر أن الغراوي كان يعمل إلى جانب ميليشيات الحوثي قبل أن يقتل أمس في جبهة صرواح غرب مأرب التي التحق بها في 21 إبريل، قادما من العاصمة صنعاء. قبلها تنقل بين عدة جبهات من بينها الجوف. نتابع في الملف اليمني، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير لغم بحري جديد بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيات الحوثية. وكشف التحالف أن اللغم هو من نوع صنع إيراني، من نوع صدف إيراني الصنع. وقال التحالف إن الألغام البحرية تزرع بدعم مباشر من إيران، وهو ما يشكل خطرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأشار إلى أنه دمر وأزال ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيا. قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تصريحات لقناة الحدث إن موقف روسيا ثابت إزاء وحدة اليمن واستقراره، مشيرا إلى أنه يمكن لموسكو الضغط على إيران وميليشيات الحوثي لإنهاء الحرب. روسيا دولة محورية ومهمة جدا في المنطقة. روسيا من الدول التي دائما داعمة بشكل مباشر ورئيسي للشرعية اليمنية. موقفها واضح وثابت من ثوابت القضية اليمنية فيما يتعلق بوحدة وأمن وسيادة استقرار اليمن. روسيا صوت مهم في مجلس الأمن، لديها مقارباتها فيما يتعلق بالملف اليمني. نحن حريصين على أن يكون الأصدقاء الروس يعني أن تكون مقاربتهم دافعة باتجاه السلام، وفي نفس الوقت ترسل رسائل وتستغل الزخم الدولي الكبير الذي الآن يعني بدأ يتشكل من أشهر. نحن نعتقد أن الروس ممكن يلعبوا دور في باتجاه الضغط نحو السلام على جماعة الحوثي ومن يمولهم بتحديد إيران. نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقطع فيديو يظهر كميات الدمار في محافظة حمص السورية، مؤكدا أن الشعب السوري ما زال يحتاج لدعم الأمم المتحدة. عراقيا، فككت مفارز مكتب مكافحة المتفجرات في محافظة ذيقار 5 عبوات ناسفة على الطريق السريع بين محافظتي ذيقار والبصرة، بحسب ما أفدنا به من مراسل الحدث. وأضاف أن العبوات الخمسة كانت معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، فيما أكد مصدر أمني أن هذه العبوات هي عبارة عن أواني بداخلها مادة السيفور كانت موضوعة على جانب الطريق. نتابع في العراق، حيث دعا ناشطون عراقيون إلى تظاهرة اليوم في ساحتي النسور والتحرير في العاصمة بغداد من أجل استكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبها. ومبدئيا ستحصل التظاهرات وتطالب بأربعة مطالب، أبرزها الكشف عن قتلة المتظاهرين ورفض إجراء الانتخابات. وأغرق ناشطون وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على تويتر وسم من قتل، ونشروا أيضا على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين من بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا.
أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي في تغريدة توجهها إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تأمل في العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي، وأضاف أن الكثير من العمل يتعين القيام به بشأن جولة المباحثات والتي شهدت الأخيرة منها تقدما ملموسا. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سليمي في مقابلة حصرية مع قناة الحدث أن أموال المودعين لا تزال موجودة. سليمي أكد أن عدم تشكيل حكومة في لبنان تعيد ثقة المجتمع الدولي له هو الذي يؤخر إعادة أموال المودعين. واجهنا هالأزمة بكل واقعية، وعلى الأقل النظام مثل ما نحن بنعرفه صحيح منه فعال اليوم ولكن منهار. يعني حضرتك متفائل تعتبر انه هلا منهار النظام بعد لهلا؟ اليوم بتحكي بانهيار بالنظام هو وقت اللي بيصير فيه افلاسات بالمصارف. ما صار فيه افلاسات مصارف. ونحن كان هدفنا الاساسي المحافظه على اموال المودعين، والمحافظه على اموال المودعين تقتضي انه ما نترك مصارف يعني تنهار. اليوم المصاري بعدها موجودة ولا هي اختفت، ولا ممكن ترجع لنا هالمصاري اللي كنا حاطينها بالبنوك؟ طالما في نظام مصرفي، طالما في مصرف يعني الأموال موجودة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمسار السياسي في ليبيا، وأضاف نورلاند أن بلاده تسعى لفتح سفارتها في طرابلس إلا أنه استبعد حدوث ذلك خلال العام الحالي. وأكد المبعوث الأمريكي بأن واشنطن ستدعم الرغبة الليبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد. نترككم الآن مع المقابلة التي أجرتها قناة الحدث مع سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير دياب اللوح. شكرا للمتابعة. من القاهرة ينضم إلينا سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير دياب اللوح. أهلا بك سعادة السفير معنا في استوديو الحدث. إذن الجهود الآن تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا محاولة للوصول إلى تهدئة أو هدنة طويلة، وكل ذلك مرتبط بإعادة الإعمار. نتحدث أولا عن كل الجهود الحالية سعادة السفير، خصوصا أن السفير سامح شكري سيذهب إلى رام الله خلال الساعات المقبلة بحسب مصادر. نعم، مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة لابد أن يتبعها تحرك سياسي جاد وإطلاق مفاوضات سياسية جادة في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الرباعية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لغرض بناء السلام العادل والشامل في المنطقة، وهذا ما تضمنته مبادرة السيد الرئيس محمود عباس، وعلى أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وأيضا مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وحل الدولتين. نحن معنيون بذلك، نحن نرحب بذلك، وكما أكد السيد الرئيس أبو مازن مرارا وتكرارا بأننا ملتزمون ببناء السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا مسار. أما المسار الثاني وهو وقف ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، لأن استمرار العدوان الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية في القدس من شأنه أن يعمل على تفجير المنطقة وإشعال المنطقة مرة أخرى. أما المسار الثالث وهو إعادة إعمار قطاع غزة وفق الآليات التي سوف يتم الاتفاق عليها وتحديدها، وهنا أود أن أطمئنكم وأن أطمئن الجميع بأننا في السلطة الفلسطينية وفي الشعب الفلسطيني لسنا معنيين
باستلام أي أموال بشكل نقدي، وإنما يتم الاتفاق على آلية الإعمار كما حدث في المرات السابقة، بحيث تقوم الدول الممولة أو المانحة بإفاد شركاتها أو التعاقد مع شركات وطنية محلية لإعادة إعمار قطاع غزة، لأن قطاع غزة الآن منطقة منكوبة بحاجة إلى إغاثة عاجلة، وهناك كما تفضلت دول مثل مصر تقدمت بمساعدات عاجلة، المغرب الشقيق، الكويت، تونس، دول أخرى أيضا تقدم مساعدات عاجلة. هذه المساعدات يعني قطاع غزة نعم سعادة السفير، يعني اليوم نعم. مع كل هذه المساعدات والحديث عن إعادة إعمار غزة والتوجه الدولي لمزيد من التعاون في هذه المسألة مع السلطة ورام الله، ما هي الآلية حتى الآن وما هو رد الفصائل داخل غزة في هذا الأمر، وهل ستدخل السلطة إلى قطاع غزة؟ أعتقد يعني نحن في الشعب الفلسطيني شعب واحد وصاحب قضية واحدة وتحت قيادة واحدة، والفصائل الفلسطينية جزء أصيل من المنظومة الوطنية الفلسطينية، والفصائل كافة اتفقت في اجتماعات القاهرة التي حدثت قبل العدوان على غزة بأن هناك شرعية واحدة يمثلها السيد الرئيس محمود عباس. لذلك السيد الرئيس دعا في خطابه أمام البرلمان العربي يوم الأربعاء الماضي لتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية ومقبولة على المجتمع الدولي. هذه الحكومة أيضا من صلاحياتها واختصاصاتها متابعة كافة الملفات الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وحل كافة المشاكل والقضايا الداخلية بما فيها ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وأعتقد أن حتى تشكيل هذه الحكومة، الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد شتية جاهزة وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع كل الملفات بما فيها ملف إعادة إعمار قطاع غزة، لأن هذا ملف حيوي وضروري وعاجل ولا ينتظر ولا يمكن أن ينتظر طويلا، لأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة باتوا بدون مأوى بدون أي مقتنيات، شبكات البنية التحتية تضررت، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، شبكة الطرق، أيضا القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاعات الحيوية والخدماتية تضررت في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية. لذلك نحن بحاجة ماسة وعاجلة لإغاثة عاجلة وأيضا وضع مخططات لإعادة الإعمار في قطاع غزة. ونحن هنا في السفارة بالقاهرة استقبلنا يعني وفد من البرلمان المصري برئاسة رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري موفدا من القيادة المصرية لوضع المخططات اللازمة وتحديد الأولويات. نحن الآن في مرحلة حصر الأضرار وتحديد الأولويات حتى تباشر مصر الشقيقة الكبرى بإعادة الإعمار في المجالين العاجل والضروري أيضا. طيب يعني الإسكان وإعادة الإعمار، يعني سعادة السفير أكثر من 1000 وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل إضافة إلى تضرر أكثر من 16,000 وحدة سكنية قبل إعادة الإعمار فيما يتعلق بوضع هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم، أيضا فيما يتعلق بالخدمات العاجلة التي يحتاجها أهل غزة الآن خصوصا في الماء والكهرباء وغيرها وخصوصا القطاع الصحي. نعم هذا أنا ما قصدت بالإغاثة العاجلة، هذه في هذا المجال لا يمكن الانتظار طويلا، لابد من مد يد العون وتوفير مأوى ومسكن لمن فقدوا منازلهم بشكل كلي، وإعادة إعمار المنازل التي تدمرت بشكل جزئي، وأيضا إصلاح البنية التحتية في كافة المجالات خاصة في شبكة المياه، شبكة الصرف الصحي، شبكة الطرقات، شبكة الكهرباء، المستشفيات التي تضررت، رفض مستشفيات قطاع غزة ووزارة الصحة في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية العاجلة حتى تتمكن من علاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة. ونحن هنا أيضا في مصر نستقبل يوميا العشرات من الجرحى والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وهنا أتقدم بجزيل الشكر لمصر على كل ما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة، وأيضا من خلالكم نتوجه بالشكر والتقدير لكل الدول العربية الشقيقة التي مدت يد العون والمساعدة لقطاع غزة. نحن في أمس الحاجة لهذه المساعدات العاجلة ووضع مخطط لإعادة الإعمار وأن تباشر الشركات. مصر تقول جملة مفيدة أنهم يريدون ترجمة الأقوال إلى أفعال بشكل فوري وعاجل وبدون انتظار طويل.
نعم. طيب وهنا سعادة السفير، يعني الوفد الأمني المصري الذي كان موجود في تل أبيب وغزة وأيضا رام الله، اليوم يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله. ما هي الملفات المطروحة الآن إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وخصوصا ملف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلية؟ نعم، تعلمون أن وقف إطلاق النار تم بدون ترتيبات وبدون اتفاق تفصيلي في هذا المجال مع الحكومة الإسرائيلية، لاعتبارات ذاتية وشخصية تتعلق بنتنياهو وإئتلافه اليميني والمستوطنين وتشكيل الحكومة المستقبلية. لذلك مهمة الوفد المصري تتركز في وضع الترتيبات والتفصيليات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا وضع تصور لمرحلة ما بعد تثبيت وقف إطلاق النار، سواء بشكل ميداني في الميدان بحيث أن لا يتم تكرار مثل هذا العدوان مرة أخرى على قطاع غزة، وأيضا وضع الترتيبات اللازمة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بعائلة العمار. زيارة معالي الوزير سامح شكري لرام الله اليوم ويوم أمس كان في الأردن، كما تعلمون هناك تنسيق متواصل مصري أردني فلسطيني في كافة المجالات، ومعالي الوزير اليوم سيكون في رام الله من أجل بحث التحرك السياسي وايضا طيب التصور فيما يتعلق بالتحرك السياسي من المأزق الذي تمر به. ما هو التصور الذي قد تطرحه مصر فيما يتعلق بالتحرك السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصا مع الحديث عن رقابة دولية لوقف إطلاق النار وايضا حكومة وحدة وطنية؟ هذا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعني نحن مع كل الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها، وأيضا هناك توجه لتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني أو حكومة وحدة وطنية فلسطينية، هي بذات المضمون، يعني لا تختلف كثيرا بين وفاق وطني ووحدة وطنية فلسطينية. لكن نحن مصر دائما في المجال السياسي تقول أنها مع ما يتفق عليه الفلسطينيون ومع ما يريده الشعب الفلسطيني. لذلك نحن لدينا تصور، لدينا مبادرة تقدم بها السيد الرئيس، وهي عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الرباعية الدولية والأمم المتحدة لإطلاق مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني يتمخض عنها إقامة دولة فلسطينية يعني كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأسس والمرجعيات التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء. هذا مهم جدا، مصر تدعم ذلك، مصر تدعم حل الدولتين، مصر الآن دولة وازنة في المنطقة والعالم، وأعتقد يعني أن الإرادة الدولية الآن تسير في اتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم. وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الرابض على الأرض أكثر من 50 عاما. ذكرت سعادة السفير هذا المشهد الغامض والغير واضح الآن داخل إسرائيل، تحدثنا عن التصعيد الأخير داخل المسجد الأقصى بالأمس، وأيضا إضافة إلى هذه التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية. برأيك هل هذا المشهد ينبئ بتحقيق أي تقدم في الفترة المقبلة فيما يتعلق بأي مفاوضات سلام؟ أود أن أذكر سعادتك والسادة المشاهدين أن ما حصل في قطاع غزة هو من أجل القدس، وما حصل في أنحاء الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية وفي داخل الخط الأخضر هو من أجل القدس، وما حصل في العواصم العربية والدولية هو أيضا لدعم ونصرة القدس. المعركة بدأت من القدس ويجب أن تنتهي في القدس، لأن استمرار المعركة واستمرار الممارسات الإسرائيلية العنصرية في القدس من شأنه كما قلت أن يعيد إشعال المنطقة مرة أخرى. وشهدنا المشهد يوم الجمعة الماضي كيف بعد وقف إطلاق النار مباشرة كيف أن الشرطة الإسرائيلية قامت بمداهمة مع المستوطنين المتطرفين، قامت بمداهمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، وشهدنا أيضا كيف أن الشرطة الإسرائيلية مع عصابات المستوطنين المسلحين اعتدوا على المواطنين في حي الشيخ جراح. لذلك استمرار هذا الوضع الخطير في القدس من شأنه أن يعيد تفجير المنطقة مرة أخرى. لذلك الإدارة الأمريكية السيد الرئيس بايدن
كل الاتحاد الأوروبي، الدول العربية الشقيقة، الأردن، مصر، قطر، كل الدول العربية الشقيقة طالبت وتطالب بوقف ما يجري في القدس. السيد الرئيس أبو مازن طلب من الوفد الأمن المصري، طلب من الدول الشقيقة، طلب من الإدارة الأمريكية، طلب من الاتحاد الأوروبي، طلب من كل الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والعاجل والفاعل من أجل وقف ما يجري في القدس، لأن استمرار ما يجري في القدس من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك لابد من إنهاء ما يجري في القدس حتى نبدأ. وبالتالي هل هناك تعويل أيضا على دورة أمريكية أكبر ومزيد من الانخراط في هذه المسألة، ونحن بانتظار زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة خلال يومين، وشاهدنا هذا التحول في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذا الملف خلال الأيام الماضية؟ نعم، نحن استمعنا إلى أقوال إيجابية من السيد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن حول هذه الأمور. الإدارة الأمريكية تعتبر أن السلطة هي يعني العنوان الرئيسي، تعتبر أن الرئيس محمود عباس هو الذي يمثل الشرعية الفلسطينية ورئيس الشعب الفلسطيني. أمريكا أيضا تتمسك بحل الدولتين وتدعم حل الدولتين، أمريكا تطالب بوقف ما يجري في مدينة القدس. كل هذه الأقوال الإيجابية التي استمعنا إليها من الإدارة الأمريكية يتم البناء عليها، لكن نحن نريد ترجمة الأقوال إلى أفعال. يعني نحن استمعنا إلى أقوال يمكن أن نوصفها بأنها جيدة، لكن هذه الأقوال بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع. هذه الترجمة تتم من خلال ممارسة دور أمريكي فعلي وجاد وضاغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف كل ممارساتها، ليس في مدينة القدس فقط وإنما في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا التزام الحكومة الإسرائيلية بالقرارات الدولية والمرجعيات الدولية والانصياع لإرادة المجتمع الدولي بالجلوس على طاولة المفاوضات في إطار مؤتمر دولي للسلام لبناء السلام العادل والشامل في المنطقة. ونحن السيد الرئيس حينما وجه رسالة تهنئة للرئيس بايدن بعد فوزه بالانتخابات أبدأ وعبر عن استعداده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لبناء السلام العادل والشامل في المنطقة. وفي المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس أبو مازن والرئيس بايدن قال له بصريح العبارة: نحن مع تحرك سياسي ولكن برعاية الرباعية الدولية. بمعنى أننا لن نقبل برعاية أحادية الطرف. نعم. لهذه المفاوضات. نعم، بالطبع يطول الحديث ولكن انتهى وقت هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك من القاهرة، سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير دياب اللوح. شكرا لكم. شكرا لك. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث مع رحلات الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان.
الأخبار من الحدث. بلينكين يصل إلى إسرائيل في جولة شرق أوسطية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والبحث في إعادة أعمار غزة. مقتل خبير عسكري لحزب الله اللبناني بغارة لطائرات التحالف في جبهة صرواح غرب مأرب. مبعوث أمريكا إلى إيران يأمل بعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي ويتجه إلى فيينا لحضور الجولة الخامسة. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأنباء مع قناة الحدث. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب كأولى محطات جولته في المنطقة التي ستشمل أيضا رام الله، عمان والقاهرة. وسيبحث بلينكين خلال جولته تثبيت الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة أعمار القطاع. وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، فإن بلينكين سيلتقي الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. بعد ذلك سيتحول إلى رام الله حيث يجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية ومسؤولين آخرين، ثم يتوجه إلى القاهرة وختاما إلى عمان. حصلت قناة الحدث على مشروع بيان القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل والتي جددت فيه الالتزام بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يشير البيان الختامي للقمة إلى ضرورة استئناف المسار السياسي بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل شامل، بالإضافة إلى ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار. قصص كثيرة ترويها فصول الحرب في غزة، القصص الحقيقية تأتي من أفواه أصحاب المكان الذين فقدوا أعزاء لهم من أسرهم وجيرانهم أمام أعينهم. نتابع. إحنا كل ثلاث سنين أربع سنين بدي جينا حرب، يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أربع حروب مرت فيها قطاع غزة، يعني للآن لسه في بيوت من حرب 2008 من 2014 ما تعمرت، يعني غزة بدها عشر سنين لما تقدر إنها توقف على رجليها وتعيد بنائها من أول وجديد. ليست مجرد حجارة ولا أكوام من الأشياء المبعثرة، بل عائلات بأكملها بعثرتها الحرب وقضت على كل أفرادها. في هذه البقعة من مدينة غزة يقع شارع الوحدة الراقي، حيث قصفت بنايات سكنية وتضرر محيطها كأي منطقة في القطاع. ولكن هذه الرقعة شهدت مأساة حقيقية بمقتل العشرات من عائلات ثلاث تسكن ثلاث بنايات. أحياؤهم الناجون يروون بعضا من فصول ليلة القصف المرعبة. واحدة إلا سمعت خبط. أنا كنت على آخر أنا ساكن فوق على الرابع، سمعت خبط جامد. قلت أكيد هذا القصف حوالينا عادي، يعني احنا نسمع الحرب شغالة. في لحظة هذه تقريبا نص دقيقة قطعت الكهرباء، صار الضرب جامد، حسيت الحطام تطبق علي. هذه الصورة تم تداولها كثيرا في مواقع التواصل لرجل يرفع شارة النصر من تحت الأنقاض، وهو الآن على قيد الحياة يروي قصته لنا. استشهد لي خمس أبناء، أربع أبناء وزوجة. سمعت أحد الأشخاص يعني تقريبا قرب نحو الحفرة اللي أنا كنت فيها، فيعني قاعد ينادي مين حي هان مين عايش، فضلتني أنادي عليه. أنا سمعني وعلى طول يعني الدفاع المدني على طول بلش يفحر، والحمد لله رب العالمين طلعنا زي ما شفتوني في علامة النصر. أولادي كانوا ينادوا عليا، بس كان بفصل بيننا وبينهم عمود، يعني أنا بيني وبين أولادي عمود. عائلة الكولك وإيش كنتنا وأبو العوف أثر بعد عين وحجارة تعرف عن أصحابها وجيران تزور أطلالهم. روح المكان غابت، وصاحب الدكان وابن الجيران غابوا أيضا، لكنهم بقوا ذكرى حية في قلوب رفاقهم. أنا كنت زعلان عشان قصف الدكان، أول إشي عشان كل أولاد خالي كانوا يشتروا وإيش صار يعيطوا وهيك على عبود إنه ماتوا، وهذا كان شايف طيب. وإحنا كنا إيش نيجي هناك نشتري ونروح،
وكانت ذكريات زمان جميلة جدا. شفت جارنا أبو وسيم كان فاتح دكانه الله يرحمه، شفته هو جاي على المستشفى، كنا في الشفا إحنا شفناه وهو جاي الله يرحمه. إلي أصحاب وكنا مع بعض يعني واستشهدوا معاي الله يرحمه. كنت نفسي أطلع وألبس أواعي العيد، ويعني عشان كان في قصف ما كناش نطلع. سمعت صوت كتير عالي، وصوت يعني صوت لما خبطوا الدار كان صوت كتير عالي عنا. سماح السيد الحدث. قال مصدر في الجيش اليمني لقناة الحدثنا خبيرا عسكريا من ميليشيا حزب الله اللبناني ويدعى مصطفى الغراوي لقي مصرعه بغارة لمقاتلات حلف دعم الشرعية في مأرب، وأوضح المصدر أن الغراوي كان يعمل على جانب ميليشيات الحوثي قبل أن يقتل أمس في جبهة صرواح غرب مأرب، والتي التحق بها في 21 من إبريل قادما من العاصمة صنعاء. وقبلها تنقل الغراوي بين عدة جبهات من بينها الجوف. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير لغم بحري جديد بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيات الحوثية، وكشف التحالف أن اللغم من نوع صدف إيراني الصنع. وقال التحالف أن الألغام البحرية تزرع بدعم مباشر من قبل إيران، وهو ما يشكل خطرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأشار إلى أنه دمر وأزال ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيا. قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تصريحات لقناة الحدث أن موقف روسيا ثابت إزاء وحدة اليمن واستقراره، مشيرا إلى أنه يمكن لموسكو الضغط على إيران وميليشيات الحوثي لإنهاء الحرب. روسيا دولة محورية ومهمة جدا في المنطقة. روسيا من الدول التي دائما داعمة بشكل مباشر ورئيسي للشرعية اليمنية، موقفها واضح وثابت من ثوابت القضية اليمنية فيما يتعلق بوحدة وأمن وسيادة استقرار اليمن. روسيا صوت مهم في مجلس الأمن، لديها مقارباتها فيما يتعلق بالملف اليمني. نحن حريصين على أن يكون الأصدقاء الروس يعني أن تكون مقاربتهم دافعة باتجاه السلام، وفي نفس الوقت ترسل رسائل وتستغل الزخم الدولي الكبير الذي الآن يعني بدأ يتشكل من أشهر. نحن نعتقد أن الروس ممكن يلعبوا دور في باتجاه الضغط نحو السلام على جماعة الحوثي ومن يمولهم بتحديد إيران. نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقطع فيديو يظهر كمية الدمار في محافظة حمص السورية، مؤكدا أن الشعب السوري ما زال يحتاج لدعم الأمم المتحدة. فككت مفارز مكتب مكافحة المتفجرات في محافظة ذي قار 5 عبوات ناسفة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة، بحسب ما أفاده مراسل الحدث. وأضاف أن العبوات الخمسة كانت معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، فيما أكد مصدر أمني أن هذه العبوات هي عبارة عن أواني بداخلها مادة السيفور، وكانت موضوعة على جانب الطريق. أيضا دعا ناشطون عراقيون إلى تظاهرة اليوم في ساحتي النسور والتحرير في العاصمة بغداد لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها. ومبدئيا ستحمل هذه المظاهرات 4 مطالب، أبرزها الكشف عن قتلة المتظاهرين ورفض إجراء الانتخابات. وأيضا أغرق ناشطون وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم.
مطلقين على تويتر وسم من قتلني، ونشروا أيضا على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين من بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا. أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي في تغريدة التوجه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال المبعوث الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي، وأضاف أن الكثير من العمل يتعين القيام به بشأن جولة المباحثات والتي شهدت الأخيرة منها تقدما ملموسا. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلمي في مقابلة حصرية مع قناة الحدث أن أموال المودعين لا تزال موجودة. سلمي أكد أن عدم تشكيل حكومة تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان هو الذي يؤخر إعادة هذه الأموال للمودعين. واجهنا هالأزمة بكل واقعية، وعلى الأقل النظام مثل ما نحن بنعرفه صحيح منه فعال اليوم ولكن منهار. يعني حضرتك متفائل بتعتبر انه هلا منهار النظام بعد لهلا؟ اليوم بتحكي بانهيار بالنظام هو وقت اللي بيصير فيه افلاسات بالمصارف. ما صار فيه افلاسات مصارف. ونحن كان هدفنا الاساسي المحافظه على اموال المودعين، والمحافظه على اموال المودعين تقتضي انه ما نترك مصارف يعني تنهار. اليوم المصاري بعدها موجودة ولا هي اختفت ولا ممكن ترجع لنا هالمصاري اللي كنا حاطينها بالبنوك؟ طالما في نظام مصرفي، طالما في مصرف يعني الأموال موجودة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن إدارة رئيس جو بايدن ملتزمة بالمسار السياسي في ليبيا، وأضاف نورلاند أن بلاده تسعى لفتح سفارتها في طرابلس إلا أنه استبعد حدوث ذلك خلال العام الحالي. وأكد المبعوث الأمريكي بأن واشنطن ستدعم الرغبة الليبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد. تابعوا دائما قناة الحدث عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. ندعوكم أيضا للقيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.